إنما الأعمال بالنيات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نتكلم اليوم عن حديث عظيم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، له مكانة عظيمة وفيه فوائد عظيمة، وينبغي أن يكون كل مسلم حافظا له، لأنه من أذكار المساء والصباح، ومن أتى به يعني من حفظه وقاله فاهما لمعانيه موقناً لما جاء فيه فإن له الجنة كما ستسمعون. الحديث عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول أو أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا به، من قاله من النهار موقنا به ثم مات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قاله من الليل موقنا به ثم مات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الحديث رواه البخاري وغيره. فانظروا أيها الإخوة، انظروا إلى هذا الحديث العظيم اليسير القصير الذي يمكن كل واحد منا أن يحفظه وأن يداوم عليه وأن يجعله من أذكاره الدائمة التي يذكر الله بها في صباحه وفي مسائه. هذا الحديث سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. سيد الاستغفار، الاستغفار هو من أفضل أنواع الدعاء والأذكار، ومع ذلك فهذا هذه الكلمات التي في هذا الحديث لما فيها من الفائدة، لما فيها من الأصول العظيمة التي إذا تمسك بها المسلم
أصبح موحدا مخلصا لله عز وجل، بريئا من الشرك، بريئا من الشرك الصغير والكبير والخفي والظاهر، فاستحق بهذا أن يكون سيد الاستغفار. فننظر إلى ألفاظه: اللهم أنت ربي، هذا إقرار لله سبحانه وتعالى بالربوبية، ونحن نقرأ في كل صلاة وفي كل ركعة الحمد لله، ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، فالله هو رب السماوات والأرض ومن فيهن، العالمين جميع المخلوقين من الإنس والجن والحيوان وكل شيء ربه الله. فأنت تقر وتعترف وتؤكد أن ربك هو الله، اللهم أنت ربي. طيب، ما معنى ربي؟ معناه أنت الذي خلقتني، أنت الذي ترزقني، أنت الذي تحييني وتميتني، أنت بيدك تصريف جميع أموري وجميع أمور الكون كله. فإذا أيقن المسلم بهذا الكلام، بهذا الدعاء، وذكر نفسه كل يوم: اللهم أنت ربي، أنت مالكي، أنت مدبري، أنت رازقي، أنت محييني، أنت مميتني، إذن يحب الله عز وجل، يعتمد على الله عز وجل، يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى غيره، ويعلم أنه إذا كان الله ربه ومصرفه ومدبر أموره، وأن الكون كله مربوب لله، أن الله رب الكون كله، فلن يصيبه في هذا الكون إلا ما كتبه الله عليه، لا يستطيع أحد أن يضره، يمكن بأنه لا يمكن أن يضره أحد إلا بإذن الله. واعلموا في حديث ابن عباس أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فيكون اعتماد المؤمن، توكل المؤمن، أمر المؤمن كله موكول إلى الله. فإذا كان بهذه الصورة لا يبالي، ويعطى القوة، الشجاعة، والأمن، والسكينة، ويبرأ من القلق، ولا يخاف من شيء. ثم قال: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، لا إله، لا معبود إلا أنت، يعني ما دمت يا رب العالمين أنت رب الكون، لا شريك لك في هذا الكون كله، إذن من الذي يستحق العبادة؟ الذي يستحق العبادة هو الذي خلق الكون ويصرفه ويدبره ويملكه، فأنت إلهي، إذن أنت معبودي، لا أعبد أحدا معك، لا أقدم شيئا من العبادات لغيرك يا رب العالمين، لا أعبد رسولا، ولا أعبد ملكا، ولا أعبد شيطانا وجنيا، ولا أعبد هواي، ولا أعبد المال، ولا أعبد
أعبد أي شيء، إنما معبودي الوحيد هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان الصحابة مؤمنون بذلك فأعزهم الله ونصرهم. لذلك قال ربعي بن عامر لما دخل على رستم وسأله ماذا عندكم؟ قال ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إذن فنجعل عبادتنا خالصة لله عز وجل، فكما أننا لا نصلي إلا لله كذلك لا يجوز أن ندعو غير الله، لا يجوز أن نتقرب بذبح ولا بدر ولا غير ذلك إلى أحد غير الله، لا لملك ولا لرسول ولا لنبي ولا لولي ولا أيضا للشياطين، لأن بعض الناس إذا أصابه المرض وذهب إلى بعض المشعوذين والسحرة قال اذبح اذبح في المكان الفلاني فدوا، اذبحهم للجن لا تسمي الله عليه، بل اذبحهم وارمه، فهذا كله شرك بالله عز وجل. وما دمت أقول أنت يعني لا إله إلا أنت فأنا مأمور أن أترك هذا الشرك كله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا نتعلم من هذه الأحاديث العظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حفظها، فهمها، اليقين بها، المداومة عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بعد أن تعترف لله بأنه ربك وأنه إلهك وأنك لا تعبد إلا إياه، هنا جاء الاستغفار وجاء الاعتراف بشيء آخر، فقال وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، على عهدك يا رب الذي عاهدت عليه خلقك كلهم عباد الإنس والجن ألا يعبدوا إلا إياك، أنا على هذا العهد وعلى الوعد، على الوعد الذي يلزمني أن أعتقده بأن لا أكون عبدا إلا لك، وعلى أيضا وأعترف بوعدك أو موقن بأن ما وعدتني به هو الحق وهو الذي سوف يتحقق. بعد ذلك قل أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف يا رب بنعمتك علي، وهذا أمر مهم. فالنعمة التي يعيشها الإنسان من أين؟ من الذي يجلب للخلائق كلها؟ كل الخلائق المسلم والكافر يعني جميع الناس، بل والإنس والجن والحيوان، هذه النعم التي يعيشون فيها ممن؟ إنها من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن فأنا أعترف بنعمتك علي. طبعا إذا اعترفت، وهذا أول شيء، لأن بعض الناس يكفرون النعمة
يجحدون أنهم في خير. إذا أصيب بمرض مثلا في عينه صاح وناح وشكى إلى الخلق كلهم وكأن جميع النعم قد سلبت منه ونسي أن الله أخذ عينا وأبقى أخرى، أبقى سمعا وأبقى قوة وأبقى حواس وأعضاء كثيرة، فالنعم التي عليه كثيرة، فلا يضر أن تذهب إحداها، بل ذهابها نعمة، لأن من أخذ الله منه شيئا فصبر واحتسب وشكر الله عوضه الله عنه في الجنة. إذن أبوء لك أي أعترف لك بنعمتك علي، ويلزمني أن أشكرك عليها، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم يقول وأبوء لك بذنبي، يعني بعد أن يعترف بالنعمة التي أنعمها الله عليه وكذلك يعترف بالذنوب، لأن مقتضى الربوبية والألوهية والنعم التي يسديها الله لنا معناها أن العبد محمل بنعم عظيمة تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى عبادة، تحتاج إلى طاعة، تحتاج إلى بعد عن الذنوب وعن المعاصي. فإذا اعترف الإنسان ثم استغفر فاغفر لي، فإنه أيضاً لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب أحد غير الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا نستغفر إلا الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدق التوكل عليه والالتجاء إليه وحسن عبادته، وألا نعبد غيره وألا نتوكل على سواه، وأن نخافه ونرجوه. فنخاف فنقلع عن الذنوب، ونرجو فنجمع في رحمته وفي نعمته وفي الخير الذي هو من عنده سبحانه وتعالى. أسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء دينك وأعداء عبادك المؤمنين من الكفرة اليهود الصهاينة ومن يساندهم ويشايعهم من أنواع الكفرة والمنافقين، عليك اللهم بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم كن للضعفاء، كن للأبرياء الذين يقتلون في كل مكان وفي فلسطين على وجه الخصوص، اللهم كن لهم، اللهم ارفع عنهم البلاء الذي هم فيه، وانتقم ممن عاداهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وربنا يا ذا الجلال والإكرام اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، وأصلح سائر المسلمين حكاما ومحكومين يا رب العالمين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل السلام وأتم التسليم، وبعد، دوغزانغو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوغزانغو كوا مقتضى وحالي وليديو إن شاء الله تجاريبو كوفوبيشا خطبة الشيخ كو مختصري أما يؤلّة المفيد إيشا خطبة الشيخ علي
حديث كن صحيح بخاري حديث أبا الشيخ أنا سمع من حديث نبيس حديث لو تكن كالفيشة كلا مويلاته مفالي بس اللي هو الدول نبيس لكن عندما حديث كنا معانا مختبى تفسيري من زمت وصنع نتوى محمد صلى الله عليه وسلم أمياز وقسيمة بابا والاستغفار ذكر زمومبا الله سماها ذكر الوراء نذكره كيش نتوى محمد صلى الله عليه وسلم أكي صرح ذكره أم بايوني اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أقول لك بنعمتك علي وأقول لك بذنبي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هي ذكري اللي يصومني ديو هو موضوعي يا شيخي كوني ختمة نديو معنا كم إليه يا كتك حديثه متوم يا نسيم صلى الله عليه وسلم أتكاي صوما هي ذكري هي دوا وسبب هي دوا لميوغوني مع أذكار زنا صوما سبوه نوسيكو يويوتي أتكاي صوما هي ذكري سيب صوما تقوليني أكاوى نا يكيني نا يمدن يا مويوك نا ويسكو بات يكيني مبكا وفهم ما نا يكي kisha alisoma asubuhi akafariki kabla ya kufika usiku basi ikiwa alikuwa ameisoma tena kwa yakini basi ni haki kwake kuingia peponi ni jambo ambalo linapaswa kuandikwa kwa wino wa dhahabu ni zawadi kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio neema ya Uislamu Sheikh akasherehesha kueleza dhikri hii maana yake ni nini ili uweze kupata muktadha wa dhikri hii Allah turuzuku pepo mimi na nyinyi wote semeni amin dhikri imeanza na Allahumma anta rabbi mola wangu wewe ndiye mlezi wangu Sheikh akasema dhikri imeanza na ar-rububiyya tauhid ar-rububiyya mja anakiri kwamba mola ndiye mlezi wake na tukisema Allah ni mlezi wako maana yake yeye ndio ambaye anayeendesha mambo yako yote anayekuruzuku anayekufisha anayekuhuisha ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mja anakadimisha anatanguliza utangulizi kwa kuonesha kuwa yeye ni dalili tena akasema khalaqtani umeniumba اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ومن يوم على يقوى حقيقة ميمي من جواك كيشا إكاجا ويبيلي أكونجيزا وتوحيد الألوهية هكسيما لا إله إلا أنت هكونا مولا فسائر وابني وكو حكي إسبقوا وابي الله سبحانه وتعالى إكيوا مكيري يقوانبا مامو يقوى يوتي يبجيني الله سبحانه وتعالى yeye ndio mlezi wako basi ibada usisogeze isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala vipi watu leo hii wanaabudu mashetani wanakwenda kwa wachawi na waganga wanaambia usichinje isipokuwa kwa jina la jini fulani kisha mtupe na anamwambia huko endapo utachinja usitaje jina la Allah subhanahu wa ta'ala ان الله في سوره الانعام وشوني انا اسمع قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين سمع حقيقه صلاه زانغو عباده صلاتي ونسكي نبي جينجو بيانغو ومحياي ومماتي لو حيوانغو وموتي وانغو zote ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala la sharika lahu usije ukamshirikisha katika ibada na muktadha wa hali ya dhikri baada ya kueleza kukiri kuwa Allah ni mlezi ukakiri
kwamba hakuna anayestahili ibada kamili na kumwekesha isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Viumbe vyote viko chini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil alamin, Mola wa ulimwengu, Mola wa kila kilichokuwa na uhai na ambacho hakina uhai ni chini ya Allah. Ikiwa hivyo basi, muumini anaamini ya kuwa hakuna mwenye kuweza kumgusa wala kumkunja, kumdhuru wala kumkunja, isipokuwa kwa idhni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ndio ilikuwa itikadi ya masahaba, ndio maana Allah kawafungulia katika maisha yao. Na Sheikh akataja pia hadithi ya Mtume na kufundisha Abdullah ibn Abbas kwamba hakuna lau walimwengu wote wakusanyike kwa ajili ya kukudhuru wewe, hakuna atakayeweza kukudhuru isipokuwa kwa idhni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hofu unaitoa wapi? Na wewe ni muumini, unaswali sala tano, unamkotesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turudi kwenye ile dhikri. Baada ya kutaja kwamba Allah kukiri kuwa Allah ni mlezi, kisha mwenye kustahiki ibada, dhikri inafuata ya tatu, inasema anakiri kwamba neema zote, aqulu laka bi ni'matika alayya, nakiri neema zote ni wewe umeniruzuku. Nani alikuwa na kuzuku aliyekuwa ukiwa tumboni mwa mama yako? Nani sasa hivi alikuwa uhai unatembea? Mwanadamu dhaifu, lakini kwa neema ambayo Allah amempa adhani ya kuwa yeye ni mwenye uwezo wa kila kitu. Wanadamu wanatishiana hali ya kuwa pumzi wamekopeshwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neema zote za Allah mtu anasahau. Sasa hivi huwezi kuinua neema mpaka neema ikutoke, ndio utajua ulikuwa kwenye neema. Nenda hospitalini, angalia wagonjwa wale, utasema kweli Allah mimi nimekuzuku neema kemkem. Shekhe Abu Dhikri inaendelea kusema wa aqulu laka bi dhanbi au bi dhunubi, aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu laka bi dhanbi. Kisha baada ya kukiri kuwa neema zote ni za Allah, akakiri ya kuwa makosa aliyoyafanya ni kutokana na yeye, makosa yake mwanadamu, anaomba Allah amsaidie haya makosa madhambi yasije yakawa ndio hatima ya mwanadamu. Sababu Allah anasema wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, musiba wote ambao umewapata tambueni ya kuwa haikuwapata isipokuwa kwa chumo la mikono yenu. Madhambi ya mwanadamu ndiyo yanayoangamiza. Ndiyo mwishoni kamwomba Allah msamaha, Allah msamehe. Baada ya kuleta utangulizi mzuri, anamwomba Allah msamaha, na ndiyo ikawa haki ya yeye kuingia peponi. Na hii ndiyo ilikuwa ufupisho, na kama kuna mapungufu yoyote, basi ni kutokana kwangu mimi na shetani, na Allah tuwafikishe kwa yale yaliyokuwa na khairi. Wahada, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasule Fadina Al-Hidaya Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidaya Online TV, uongofu kwa walimwengu.